الخير. شو يلي مخبيه لنا المستقبل؟ سؤال مهم بيشغل بالنا على طول. المتزوج حامل هم ولاده ومستقبلهم، وكل شخص اصلا حامل هم مستقبله وشو ممكن يصير معه. بنصحى كل يوم الصبح على روتين معتاد، بنشرب قهوتنا، بنروح على الدوام، على المدرسه او الجامعه، لكن شو اللي مخبيه لنا الجو ما بنعرف. الاوبئه انتشرت عبر التاريخ بلا ما يكون لها مقدمات، والسؤال يتكرر دائما، هل سنكون امام مفاجات جديده؟ تابعونا في حلقة الليلة لنحاول نقترب أكثر من هالمستقبل، نتوقع شو ممكن يصير معنا. متى تنتهي الأوبئة إلى الأبد؟ يقول دكتور جيريمي جرين المؤرخ في علم الأوبئة، عندما يسأل الناس متى تنتهي كورونا يسألون عن النهاية للحالة الاجتماعية. وتقول أيضا دكتورة سوزان موري وصفة الحال خلال انتشار وباء سارس، عندما حلت الجائحة كان القلق يملأ الشوارع والضواحي. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من بيروت مشرف قسم دراسات الأوبئة أو الأمراض المعدية في جامعة بيروت العربية الدكتور أحمد الطصي، ومن عمان مدير برنامج الرقابة الصحية في وحدة الشرق الأوسط لمنظمة أطباء بلا حدود دكتور غسان عزيز. أهلا بكما معنا في حوار بلاس. دكتور أحمد، ما هي المراحل التي تمر فيها كل هذه الأمراض من البداية حتى تصنف كوباء أو جائحة؟ أولا مساء الخير لك والمشاهدين. الحقيقة أن الأوبئة يعني الفيروسات والبكتيريا وجدت معنا على هذا الكوكب منذ بدء البشرية بطريقة ولا بأخرى، ولكن المفارقة أنه معظم الأوبئة عبر التاريخ بدأت أو أصبحت يعني ما يسمى أنها جائحة. يعني ليست كل الأوبئة تسمى جائحة، يعني صحيح. جائحة يجب أن يكون هناك انتشار إبيديميك عبر العالم، يجب أن تكون هناك منتشرة من أكثر من دولة في مناطق متعددة تصبح جائحة. يعني نحن لدينا تاريخيا يعني منذ ما قبل يعني التاريخ بالدولة الرومانية وحتى قبل ذلك يعني حوالي 400-500 سنة قبل الميلاد، يعني كان هناك عدة جائحات للأوبئة، وكان معظمها يعني الجائحات تأتي بشكل ليس بالشكل ما يسمى الطبيعي، بمعنى أنها ولدت مع الإنسان، بل أنها انتقلت إليه، خاصة عندما تنتقل من الطيور ومن الحيوانات الأخرى إلى الإنسان ولا يكون قد تأقلم معها، ممكن عبر السنوات يتأقلم معها ولا تصبح قاتلة بعد ذلك، ولكن هي التصرفات البشرية معظمها ما أتى بمرض الإيدز من القرود أو بأمراض التي رأيناها تأتي من طرف الصين مثلا، بأكل الحيوانات الغريبة، الحيوانات البرية والتعاطي مع خاصة الحيوانات البرية والطيور المهاجرة. عبر التاريخ الحروب، انتقال البشر من مكان إلى مكان، من قارة إلى قارة، عبر إما بالتجارة أو بالحروب، أو ولذلك كانت الطيور هي مصدر قلق كبير، لأنها خاصة تنتقل من القارة إلى قارة أخرى. هذا ما جعلها تصبح جائحة بعد فترة ما إذا كان الفيروس يعني قاتلا. المشكلة الأكبر هي مع التمدن الأكثر ومع تطور المواصلات. سنعود إلى هذه النقطة بالتحديد دكتور أحمد بعد قليل، لكن خلينا نشرك دكتور غسان، اسمح لي في هذا الحوار نتحدث عن مسألة أشرت إليها بكل وضوح حضرتك. دكتور غسان مساء الخير، هل يمكن تحديد كيف تعاملت البشرية تاريخيا مع الأمراض؟ مساء الخير. أهلا وسهلا. أكيد البشرية عانت لقرون طويلة من مختلف أنواع الأوبئة التي اجتاحتها. طريقة تعاطينا كمجتمعات بشرية مع الأوبئة اختلفت كثيرا في بعض الجوانب تبعا للتطور الاقتصادي والطبي، التطور العلمي الذي كان موجودا في فترة حدوث هذه الجوائح. للأسف تاريخنا أحيانا يحمل أحداث أو تصرفات أثناء بعض
انتشار بعض الأوبئة لم يكن يتناسب مع خطورتها أو شدتها. مثلا يذكر أنه عندما انتشر وباء الطاعون من الصين حتى وصل إلى أوروبا في القرون الوسطى، عندما اجتاح الهند مثلا لم تكن تصرفات الناس طبيعية، كانوا أحيانا يقومون بحرق قرى كاملة على أمل إيقاف انتشار هذا الوباء. بالتأكيد حاليا نحن متسلحون بتطور علمي وتكنولوجي متقدم جدا يساعدنا على التعامل مع الأوبئة بطرق أكثر حضارية وأكثر بالفعل. علمية وأكثر واقعية. بالفعل عالمنا يتجدد كثيرا يوما بعد يوم. دكتور أحمد، هنا أوجه السؤال إليك، ألم تساهم باعتقادكم التكنولوجيا المتجددة في مواجهة كل هذه الأمراض اللي عايشناها؟ نعم بالفعل، التمدن وموضوع النظافة خصيصا يعني اكتشاف الأدوية ما نسمى الأنتيبيوتكس أو المضادات الحيوية كان لها التأثير الكبير حتى على تقريبا القضاء على أمراض كثيرة كانت تاريخيا تقضي على ملايين البشر أو مئات الألاف، اليوم أصبح مسيطر عليها. اكتشاف ما نسميه اليوم التطعيم يعني قضى أيضا على الكثير من الأمراض. التطور جاء بإيجابية كثيرة، أهمها كان موضوع النظافة وتطور في الأدوية واللقاحات، ولكن حديثا نرى عدد سكان الأرض يعني تضاعف بشكل كبير جدا جدا. يعني يجب أن نكون واقعيين، الإنفلونزا الإسبانية قتلت حوالي 50 إلى 100 مليون في 1918، عدد سكان الأرض لم يكن يعني بضعة، لم يكن تجاوز المليار أو مليارين أعتقد. يعني اليوم نحن نتحدث عن سكان الأرض 7 إلى 8 مليار، يعني نتحدث عن أعداد كبيرة جدا. الإنفلونزا الحالية أو ما نراه اليوم في الكوفيد 19 لم يتخطى بأكبر تقدير 10%. 10% نتحدث على حوالي 750 مليون إنسان. يعني الأرقام اختلفت، التعابير الأرقام اختلفت جدا. لم يكن تاريخيا البشر يعني كل 100 عام تقريبا كان يقضى على حوالي نصف البشر أو ثلث البشرية بطاعون الأسود مثلا الذي اجتاح أوروبا فترة مطرات أو حتى الجدري أو غيره. التطور العلمي هو ساعد على التخفيض، إن لم يقضي على الأمراض فهو سيطر عليها وساعد على التقليل منها، وما هو ما دفع سكان الأرض إلى هذا الانفجار العالمي السكاني حوالي 7 إلى 8 مليار. هلا يعني هناك ما ينظر بشكل مختلف إلى هذه التكنولوجيا وما يعني تمكنت من القيام به. دكتور غسان، هل توافق من يعتبر أنه هذه التكنولوجيا والتطور أيضا كان لهما دور سلبي في انتشار الأمراض بشكل أكبر، خصوصا أنه التنقل أصبح أسهل بين الدول؟ من جهة التنقل بالتأكيد سهولة التنقل، كذلك سهولة إرسال كثير من المواد، العديد من الأشياء التي تطورت في عصرنا الحالي ربما بالتأكيد هي ساعدت في انتشار بعض الأمراض، هذا من جهة. لكن من جانب آخر الفوائد التي حصلنا عليها كبشر من تطور هذه التقنيات هي بالتأكيد ساعدتنا كثيرا. هنا أحب أن أذكر شيئا يخص جائحة كورونا الحالية والتطور التكنولوجي. برأيي الشخصي هذا أول تفشي وبائي في التاريخ، حتى في تاريخنا الحديث، يستطيع فيه أي شخص الحصول على كمية كبيرة من المعلومات، بالتأكيد بعضها صحيح ولكن للأسف بعضها خاطئ، تخص هذا المرض وطرق انتشاره. فمع تفشي الوباء يوجد لدينا أيضا تفشي معلوماتي غير مسيطر عليه، وهو للأسف أحيانا يحمل معلومات غير صحيحة وغير دقيقة، ساعدت كثيرا في الكثير من المجتمعات على زيادة نسبة الخوف والهلع والقيام بتصرفات خاطئة وغير صحيحة، ربما كانت مضاعفاتها على انتشار المرض أكبر وأسوأ. لا نستطيع التنبؤ بذلك حاليا، نحن نتوقع، ولكن بالتأكيد سيتم دراسة هذه الأمور بعد انتهاء هذه الجائحة لنرى ما الضرر الذي صاحب التطور التكنولوجي مع الأوبئة. سنعود بطبيعة الحال في الجزء الثاني من حوارنا لنتحدث عن فيروس كورونا بالتحديد وما الذي أنتجه خلال الأشهر الماضية وما الذي يترك أيضا للأعوام المقبلة. لكن دكتور أحمد، لماذا لم يتم القضاء بشكل كامل على بعض الأمراض؟ يعني مثلا الطاعون الدملي ما زال حاضرا ليومنا الحالي، لماذا؟
لأسباب متعددة. أن أعتقد من الأسباب الذي ينظر إليها البشر اليوم والدول اليوم هي منظور الاقتصادي أيضا. يعني لماذا الاستثمار ملايين الدولارات أو مليارات الدولارات للقضاء على مرض لا يوجد إلا في إفريقيا أو في أماكن بعيدة جدا؟ يعني أنا كنت أدرس وتعلمت يعني وحتى عملت في فترة سنوات طويلة في أوروبا. هم في أمراض معينة لم يسمعوا عنها منذ عشرات السنوات، إذا نقول من عشرات السنوات الطويلة لم يسمعوا عن هذه الأمراض. يعني حتى التطعيم أصبحوا يستخفون به، وهناك حملات كبيرة في أوروبا ضد التطعيم وضد أنه لماذا نطعم من الجدري ولم نرى جدري منذ سنوات أو الطاعون أو غيره. يعني لأن العالم متمدن، هناك أصبح هو بين العالم المتمدن والعالم الفقير. الموضوع ليس بهذه يعني المثالية، هو هناك مواضيع اقتصادية ومواضيع سياسية في نفس الوقت، والقضاء على هذه الأمراض يحتاج إلى إمكانيات كبيرة. يعني ليس الجميع مستعدا لفعل ذلك ودفع بذلك. هناك عدد كبير من الأمراض يعني لم يقضى عليها القضاء الكامل يعني التام، ولكن هو مسيطر عليها، وهذا ما يتحدثون عنه في كورونا اليوم. نحن نريد السيطرة عليها أو بالقضاء عليه، المهم أن يكون هناك سيطرة عليها ويصبح الأمر تحت السيطرة. حتى الملاريا يعني هي موجودة في إفريقيا بكميات كبيرة اليوم، وتقضي على كميات كبيرة من البشر. يعني هناك أمراض ممكن أن نقول لم يتوصل العلم للقضاء عليها، مثل فيروس الإنفلونزا مثلا. الإنفلونزا العادية الموسمية تقضي على حوالي 500 ألف سنويا من البشر، وكثير منهم من الأوروبيين والعالم المتمدن. هذا بسبب الفيروس نفسه وطبيعته. يعني الـ RNA viruses يعني هي تتحور مع الوقت. ولكن حتى في أوروبا يعني يكون من يموتون بالإنفلونزا هم كبيرون العمر، أو ما نراه قريبا ما نراه اليوم من الانفلونزا يعني، او نراه اليوم بالكورونا يعني، ولكن لا يشكل خطر كبير يعني. طيب. اما الامراض الاخرى يعني نرى امراض يعني في افريقيا وكذا يعني تحتاج الى امكانيات كبيره، ليس الجميع مستعد لدفعها يعني. طيب الصراحة. دكتور غسان، يقول ستيفن رايلي استاذ ديناميه الامراض المعديه في جامعه امبيريال كوليدج في لندن، يقول عندما تكون عندك المعرفه وتشارك هذه المعرفه مع الاخرين، سيكون بإمكانك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفض قدرة المرض على الانتشار. هنا يخطر ببالي سؤال، عندما نواجه أحد الأمراض، ما هي الأولوية العلمية؟ الإسراع في إيجاد العلاج أم دراسة طرق الانتشار للحد منه؟ جوابا على هذا السؤال، الأولويات تختلف حسب نوع وطبيعة المرض، حسب شدته، حسب درجة الإماتة، مضاعفات المرض. أحيانا تكتشف ربما أمراض جديدة، أنواع فيروسات جديدة غير مميتة تسبب بعض الأعراض. يستطيع العلماء بالتأكيد العلماء ليسوا مجموعة واحدة سيصرفون وقتهم في العمل على شيء واحد فقط، لذلك تجدين أن البعض يعمل على إيجاد لقاح، البعض يعمل على إيجاد علاج، البعض يدرس طرق انتشار المرض، أعراضه، تأثيراته على جسم الإنسان. وبالمحصلة إذا تم التقدم في العمل في جميع هذه الجوانب، هذه الجوانب تكمل بعضها الآخر. إذا تم التقدم بالعمل بسرعة متكافئة، سنستطيع الوصول إلى علاج أو لقاح أو الفهم الواضح لطرق العدوى والحماية منها بطريقة تستطيع أن تحمي البشر من الإصابة أو التقاط هذا المرض أو هذه العدوى. هذا هو السيناريو المثالي. للأسف هو لا يحدث مع كل الأمراض بالتأكيد. أحيانا شدة المرض تضعف فرصنا على التركيز على بعض الأمور. دراسة بعض جوانب الأمراض تحتاج لسنوات طويلة، فلا يمكن أن تتكون لدينا صورة كاملة. كمثال سريع، فيروس نقص المناعة المكتسب ومرض الإيدز اكتشف في أوائل الثمانينات من القرن الماضي. لم يصل العلماء إلى صورة واضحة عن طبيعة المرض إلا في نهاية التسعينات، يعني بعد حوالي أكثر من 15 عاما. لم نصل حتى الآن إلى لقاح لهذا المرض. حتى العلاجات الموجودة هي لا تقضي على المرض، هي مجرد تسمح للشخص بالحصول على حياة طبيعية مع المرض. رغم مرور كل هذه السنوات يعني، ويبقى تبقى الكثير من الأسئلة يعني من دون أجوبة. طبيعة الحال نتساءل معكما، ما هي أكثر الأمراض فتكا عبر التاريخ البشري المسجل؟ سنتعرف عليها مع مشاهدينا ومع ضيفينا أيضا في فقرة بلس.
نستعرض معكم في هذه الفقرة أكثر الأوبئة فكاً عبر التاريخ وكم من الوقت استمرت. البداية من الطاعون الدملي، المرض اللي بعده معنا لليوم من أكثر من 2000 سنة. تعرضت البشرية إلى 3 تفشيات أساسية لهذا الطاعون وأودى بحياة ما يقارب 200 مليون شخص. اليوم الطاعون مازال عم يحصد حوالي 500 شخص كل سنة، وذلك بعد أكثر من 2000 عام على اكتشافه. ننتقل إلى تجربة إيجابية أكثر، وهي مرض الجدري والذي تغلب عليه العلم. فتك الجدري بأكثر من 350 مليون روح منذ أول تفشي له منذ نحو 500 عام، ولكن عدد وفيات الجدري سنوياً 0، الحمد لله بفضل تغلب العلم عليه. الوباء الأخير اللي نستعرضه الليلة، الإنفلونزا اللي كان سببه فيروس الـ H1N1 اللي بدأ أول تفشي له بالقرن 19، أودى بحياة أكثر من 50 مليون شخص جراء الإصابة بالإنفلونزا الإسبانية. اليوم ما زالت الإنفلونزا حاضرة، ولكن الفيروس اضمحل وأصبح أقل خطورة، وما زال يودي بحياة ما يقارب 650 ألف شخص سنوياً. نتمنى أنه بمساعدة العلم نقدر بالسنوات القادمة تكون رحلتنا مع الأوبئة أقصر وأقل فتكاً. لكن بداية هذا العام كما الكل شهدنا على فيروس كورونا، هذا الفيروس الجديد اللي نقلنا لعالم آخر، ونتحدث عنه مع ضيفينا في الجزء الثاني من حوار بلس. دكتور أحمد، نحن نعيش فيروس كورونا بكل تفاصيله. خلونا نحكي الليلة عن هذه التجربة. دكتور غسان، ما هي أهم التغيرات في نمط التعامل مع هذه الجائحة الجديدة؟ ما الذي اختلف بين كل الأمراض السابقة وكورونا اليوم؟ صراحة لم يختلف الكثير. الواقع أن الأمراض التي تنتقل عن طريق الرذاذ، الأمراض التنفسية، طرق انتقالها كانت معروفة سابقا، طرق الوقاية منها أيضا كانت معروفة سابقا. تطبيق طرق الوقاية يبدو سهلا، الاستمرار بتطبيق طرق الوقاية لمدة طويلة هو الشيء الصعب. ما اختلف في هذا الفيروس ربما أكثر من غيره أنه درجة العدوى لهذا الفيروس هي أعلى من أغلب الأمراض التنفسية الأخرى. هذا من جانب، ثم أن درجة الاستعداد للمرض هي الأعلى، لأنه لا توجد إصابات سابقة، فلا توجد مناعة داخل البشر لهذا المرض من أي نوع، فأي شخص يلتقط الفيروس يكون عرضة للإصابة بمرض الكوفيد-19. لكن على الأقل دكتور غسان، هل تم الاستفادة من كل ما نعرفه عن الأوبئة السابقة خلال هذه الجائحة؟ هل تم تطبيق على الأقل من الناحية العلمية ما تم استنتاجه سابقا؟ بالتأكيد، هذا كان سيكون الجزء الثاني من جوابي، أننا استفدنا كثيرا من التطور العلمي، أولا في سرعة توفير الرعاية لمن سيحتاجها أكثر. فيروس الكورونا لو كان هو من أصابنا بدل الإنفلونزا الإسبانية في أوائل القرن، كانت الوفيات ربما ستكون 10 أضعاف ما حصدته الإنفلونزا الإسبانية. مجرد وجود القدرة على إدخال العديد والعديد آلاف ومئات الآلاف من المرضى إلى ردهات العناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي ساعدت على الحفاظ على العديد من حياة العديد من المرضى. هذا من جانب. من جانب آخر، وهو جانب مهم جدا، أنه تم تطوير الكثير من تقنيات تطوير وإنتاج اللقاحات. نعم. لذلك بدأنا اليوم مباشرة بتطبيق هذه التقنيات على أمل الوصول إلى لقاح لهذا المرض، بدل الانتظار لخطوات طويلة. نفس الشيء ينطبق على طرق إنتاج الأدوية، لأننا لدينا فهم كامل أو فهم عميق، حتى لا أقول كامل، لطرق تكاثر الفيروسات وطرق عمل الأدوية المضادة للفيروسات. فجميع الشركات التي
تستعمل على هذه النقطة لديها الكثير لتبدأ به، هي لن تبدأ من الصفر. دكتور أحمد، من الناحية الأخرى، هل يبرر إخفاق بعض الدول في التعامل مع الفيروس؟ يعني هل كان يجب تقدير كيفية التعامل مع فيروس خطر؟ يعني نحن نقول أنه ممكن كان لهم مبررات، لكن هناك كان تقصير، فعلا كان تقصير. يعني إذا نظرنا إلى التقصير، ممكن نقول أن منظمة الصحة العالمية الاستجابة لها التقدير كان، يعني كانوا سيئي التقدير بمدى خطورة هذا المرض منذ بدايته بالصين وتحذير العالم. يعني موضوع التنقل عبر الدول، موضوع المطارات، منظمة الصحة العالمية كانت يعني أبقت على رأيها بأنه لا بأس في ذلك ما دامت الإجراءات متخذة. يعني لولا أن الدول أصبحت تتشدد بوقت آخر حتى بدون تعليمات منظمة الصحة العالمية، يعني إخفال أمريكا مثلا لحدودها كان بعكس ما طلبته منظمة الصحة العالمية أو ما كانت تقول به. يعني وبالمقابل الدول الأخرى والمنظمات العالمية يعني بموضوع اللقاحات قد تأخرت قليلا، لأنها أيضا لم هناك كان سوء تقدير بمدى خطورة هذا الوباء. يعني ما رأيناه، التجربة الوحيدة التي رأيناها قريبة من هذه التجربة كانت إنفلونزا الطيور. إنفلونزا الطيور كان هناك هبة كبيرة بهذا الموضوع، وعندما بدأوا بصنع اللقاحات الإنفلونزا نفسه الفيروس نفسه خفف من حديته وأصبح تأقلم مع البشر. كان صحيح. هناك نظرية كبيرة تقول ذلك. الاستثمار في هذا الموضوع لم يكن كافيا، يعني الاستثمار بالعشرات السنوات السابقة، إنه لربما أخطر مكان في الأمر. يعني دكتور أحمد ودكتور غسان، هي مسألة انتشار هذه المعلومات الخاطئة خلال فترة تفشي الفيروس. دكتور غسان، كيف يمكن كان التعامل مع هذه المعلومات الخاطئة والإشاعات عند مواجهة هكذا جائحة؟ بالتأكيد كما ذكرت أنه صاحب تفشي المرض تفشي معلوماتي. صحيح. الناس في جميع أنحاء العالم حاليا يستطيعون الحصول على العديد والعديد من المعلومات التي تخص المرض. للأسف أغلب المعلومات المتوفرة التي يمكن قراءتها بسهولة هي في العادة غير صحيحة. نحن كبشر لا توجد منظومة رقابية على المحتوى الذي ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على شبكات الإنترنت. هذه الحرية التي نتمتع بها تأتي بعواقب في هذه الناحية. بالتأكيد الناس الأكثر تخصصا هم دائما يتبعون أسلوب علمي في تقييم المحتوى الذي يقرؤونه أو يطلعون عليه لتقييم مدى فائدته وكفاءته. ولكننا لا نستطيع أن نطلب من المواطن البسيط أن يحكم على دقة المعلومة الموجودة ويقرر بناء على ذلك. لذلك أقول أن انتشار هذه المعلومات هو أمر لا يمكن السيطرة عليه، لا يمكن تحديده. علينا نحاول الاستفادة منه قدر الإمكان بتمرير الرسائل الصحيحة، المعلومات الدقيقة، تقليل حدة الهلع. نحن يجب أن نوصي الناس دائما بأن يكونوا حذرين، يتخذوا أساليب الحماية والوقاية، ولكن أن لا يهلعوا. ولربما هذه يعني النصيحة الأفضل التي توجه للناس اليوم. سننتقل معكما للسؤال الأهم في الحلقة، والذي شاركنا متابعو سكاي نيوز عربية الإجابة عليه عبر التصويت على مواقع التواصل الاجتماعي. السؤال: هل تعتقد بأن جائحة كورونا ستختفي خلال الأعوام القليلة القادمة؟ 73% أجابوا بأن الجائحة ستنتهي قريبا، فيما اعتبر 27% بأنها سترافقنا لفترة أطول. دكتور أحمد، كم من المتوقع أن يرافقنا فيروس كورونا باعتقادك باختصار لو سمحت؟ أعتقد أن الأغلبية يعني لا يجب أن تكون دائما على حق. يعني أنا مع الأقلية في هذا النظرية. الجائحة سوف تبقى معنا فترة أطول بكثير مما نعتقد، إلا إذا غير الفيروس من طبيعته، ولا يظن ذلك. يعني سوف يبقى معنا. ممكن السيطرة على الوباء سوف تكون قريبة إن شاء الله، ولكن كفيروس أنه سوف يبقى بين البشر، أعتقد أنه سيبقى فترات طويلة أطول مما كنا نعتقد، وسيظل يعني
يعني موجود في بين الحين والآخر، يظهر في مكان ما ينتهي من مكان يظهر في مكان آخر. الفيروس على شكله الحالي هو يطور من نفسه وهو ذكي للغاية، ولا يبدو أنه سيختفي قريبا. ما نأمله أنه يصبح مثل الإنفلونزا الموسمية، أنه يظهر من فترة لأخرى ونستطيع أن نسيطر عليه بالتطعيم. هذا ما نأمله، هذا ما أما الدواء، معنى الدواء والسيطرة عليه، الدواء العلاج بفكرة العلاج تأخذ إلى سنوات طويلة، أقله 8 إلى 10 سنوات إذا بأحسن الأحوال. نعم. لتطوير علاج الفعال لهكذا أمراض. هل سنتعايش دكتور غسان مع فيروس كورونا باعتقادك لفترة طويلة؟ الجواب هنا يحمل يعني نوعا من الجانب الفلسفي. الأوبئة عموما تاريخيا كانت تنتهي بطريقتين، يوجد نوعين لانتهاء الأوبئة، الانتهاء الطبي ينتهي انتشار المرض، هذا جانب، وهناك الانتهاء الاجتماعي ينتهي انشغال الناس بالمرض. مثلا حتى ربما هذا مفاجئ، تم إعلان وباء الإيدز كجائحة عالمية في أواخر القرن الماضي، اليوم لا توجد هذه الضجة الإعلامية حول مرض الإيدز، لا يوجد الكلام الكثير عنه، الناس أصلا تناسوا المرض، انتهى المرض بالنسبة لهم، رغم أنه طبيا لم ينتهي. الإيدز حتى اليوم فتك ب 43 مليون شخص، رقم كبير جدا، ومع ذلك نحن كبشر اجتماعيا تعايشنا مع المرض وتقبلنا وجوده ولم نعد ننظر إليه كمرض خطير. بالمقابل مثلا عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء وباء الإيبولا في غرب أفريقيا قبل 4 سنوات، لأكثر من سنتين بعدها ظل الناس يتعاملون هناك كأن الوباء ما زال موجودا وخطرا قائما. انتهى الوباء طبيا قبل أن ينتهي اجتماعيا. الأوبئة المشابهة لفيروس الكورونا ومرض الكوفيد 19 ستنطبق عليها نفس هذه الحالة. اجتماعيا مع الوقت سنجد كثير العديد من الناس يتعايشون مع المرض على أمل يعني أن يقدم دكتور غسان اللقاح كل شيء إيجابي لما يريد البشر. شكرا جزيلا لمشاركتكما، شكرا لمدير برنامج الرقابة الصحية في وحدة الشرق الأوسط لمنظمة أطباء بلا حدود دكتور غسان عزيز من عمان، والشكر موصول أيضا لضيفنا من بيروت مشرف قسم دراسات الأوبئة والأمراض المعدية في جامعة بيروت العربية الدكتور أحمد الطص. شكرا لكم مشاهدينا مرة أخرى على تفاعلكم الدائم وعلى تعليقاتكم، نراكم الأسبوع المقبل في نفس التوقيت ودائما في حوار بلس.